بصلات حرقت. انا مشغوله بالكلام معاه وخايفه على البصله ومش عارفه. عادي ممكن تكلمي صاحبتك في المطبخ عادي وانت بتتكلمي. طيب دلوقتي هي انا خايفه تتحرق. هي فعلا هي ده يبقى لا بكره احنا كده كويسه على كده. ما انا شلتها من النار. طيب كويس قوي. وهي ساعات تتحرق البصله منك. لا بس هي لو اتحرقت يعني ساعات مش لدرجه محروقه. ما بتغمق بتبقى حلوه. طيب ده ساعات. وبمناسبه ساعات بتفكرك بايه؟ احلى اغنيه لصباح. دي اغنيتي المفضله على ده بجد. والله والله العظيم. تجيب اللحمه دي كده حطها لنا وقول لنا قصتك مع ساعات. ساعات اللحمه دي نحطها على البصلايه. والله دي يعني قصه غريبه. انا مش عارفه يعني انت اشمعنى اتكلمت في الحكايه دي. لا انا دايما بحب امشي ساعه في اليوم. حلو. فلما يعني احب اتمشى احب ابقى اي وقت في اليوم يعني ولا لا وقت يكون ما فيهوش حر طبعا يعني. ساعه 5 بالظبط كده. ايوه الوقت ده بحب اسمع فيه اغنيه عشان ما ازهقش من المشي وفي نفس الوقت يعني ابقى مستمتعه. حلو. فاكتر اغنيه بحب اسمعها وانا بتمشى اغنيه صباح ساعات ساعات. دي على طول دايما هي دايما لازم. اولا الاغنيه مدتها طويله بتاخد مثلا حوالي ربع ساعه. حلو. ما بين المزيكا. ثانيا انا شايفه ان كلامها جميل بشكل ومعبر عن حالات كل البشر مش يعني انا بس. يعني مثلا لهاش ذكريات مع حضرتك بس بتسمعها عشان وقتها. انا بسمعها عشان وقتها وعشان كلامها. انا مقتنعه بكلامها انه معبر عن حالاتنا كلنا ان احنا مش حد فينا بيبقى مبسوط طول الوقت ولا سعيد طول الوقت. ساعات حلوه قوي. نعمه ونعمه طبعا من عند ربنا كل حاجه. ساعات ربنا كلها حلوه. مش عارفه انا بعمل ايه. انا بعمل صح ولا غلط يا شايف مغازي؟ انقلبها بقى بعد اذنك. اقلبها. ايوه تمام. اتعلمنا كده طاجن اللحمه بالفريك. عايزيني بتعلم. يعني ماما تاكلها من ايدك النهارده. ماما تاكلها من ايدك النهارده. هتبقى سعيده جدا. عمرها في حياتها ما كانت. طب المقادير على الشاشه والاستاذه ايمان منصور بتقلب اللحم الضاني مع الفريك والبصله والتومه. انا شغاله كده تمام. تمام زي الفل الحمد لله. الفريك طبعا من الاساسيات وموثق ومدرج ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه وواخدة الشعار المصري سواء بالحمام محشي فريك، فراخ محشية فريك، طاجن لحمة بالفريك. والفريك ما يحب الشريك. بس مع الأستاذ إيمان منصور طبعا حكاية. منورانا يا أستاذة إيمان. بنورك يا شيف مجازي. أنا مبسوطة جدا. قولي لي تحب تاكل إيه من إيد ماما في رمضان بالذات؟ في رمضان يعني طبعا الرز بالخلطة. أستاذة حضرتك قلبها شوية أنا. عشان الوقت. أيوة. تحب تاكل في أول ما بيجي الشهر الكريم في أكلة كده لازم تاكلها من إيد ماما؟ في الرز بخلطه. الرز بخلطه. في الرقاق طبعا. يعني في اول ما حلو. دي الاكلات بتاعت رمضان. الشعريه بتعمل شعريه حلوه قوي. حلوه قوي. طب السنه دي فطرت ايه من ايد ماما اول يوم؟ فطرنا. بص انا ذاكرتي ضعيفه جدا. ايوه مش قادره افتكر اول يوم فطرنا. لا ورق عنب. ورق عنب. ورق عنب صح. حلو كويس انك انت افتكرتي. يعني واحد ما بيصدق اليوم يخلص بيفتكر. أيوة. ينسى كل حاجه. أيوة. يعني فطرت اول يوم كان ورق عنب. كان ورق عنب. وهي بتعمل السمبوسك بطريقه لطيفه قوي. السمبوسه يعني. حلو قوي. يعني احنا بنحاول نتخلى عن فكره المقليات. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الاعلاميه الاستاذه ايمان منصور. استاذه ايمان منورانا في الاستوديو. ربنا يخليك يا شيف مجازي. مبسوطه انك معايا النهارده جدا. طب هتستفيد ايه مني النهارده؟ لا عرفت خلاص بدايه جد. الطريق بداته معاك. حلو. البصله الاول. أيوة. وبعدين نحط الفريك مع الفريك. مع الفريك اللحمه الاول. وبعدين نحط الفريك. هي الفكره البصله لما تتحمر شويه وتاخد لون بتدي طعم للفريك. ما بالظبط. انا ما حسيتهاش اتحرقت. لا لا ما اتحرقتش. انا بهزر. انا بقول لك يعني كنت يعني خدك الحديث مع شم ريحه حلوه هنا. شم ريحه. ايه رايك؟ والله تفتح النفس. والله تسلم ايدك. إيه رأيك؟ شفت ازاي الفريك بدا مع اللحمه الضاني مع التوابل مع البهارات. لازم ده يستوي كده براحته على نار هاديه. تمام. او يخش الفرن بعد كده طاجن. يعني بعد ما هنسويه هندخله الفرن. هيدخل الفرن بس يكون استوى خلاص. لا بس هي الريحه ما شاء الله يعني الله. تفتح النفس. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاحلى صينيه جلاش بالجبنه القريش خير الريف المصري والصعيد المصري. احلى اكله. احلى أكلة. ناس. احلى ناس. هو دي. ايه رايك فيها؟ لا هايله واحمرت بسرعه على فكره. لان انا حاطط عليها سمنه بلدي. الله. والبلدي يوكل. طبعا. هو ده. ايه اكتر اكله بتحبها او بتطبخها وانت مبسوط يا شيف مغازي؟ يا ويلي كتير. ايوه شفت الجلاش ده كده؟ حاضر زي الفل. تسلم. كمان نطلع ده كده. حاضر. احلى اكله بحبها ملوخيه بالارانب.
بتطبخها يا ليها طاجن يعني؟ بامي في البيت لا المدام بتعملها لي. انا البيت بخش قليل جدا في المطبخ للامانه يعني. معقول؟ يعني بعلم وبعد كده يتحملوا المسؤوليه. ايوه ما بتساعدش المدام في البيت بس ساعتها في حاجات انا بحبها يعني. أوكي. لو في اكله بحبها انا لازم اخش المطبخ اعلمها. طيب انت قلت لي بقى على موضوع ساعات ساعات، انت وانت بتطبخ بتحب تغني حاجه او تسمع حاجه؟ بحب اسمع عبد الحليم. حلو يعني بجد يعني بيشجعك على انك تطبخ بمزاج.